لبناي لبناي بيت الحزين بالدلال، لبناي على الصاحة نشف يا حسين، لبناي 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 بيت الحزين بالدلال، والله لبناي على الصاحة نشف يا حسين، لبناي تقول هنا يا اهلي الرحم شف ما، والله هنا يا اهلي الرحم شف ما، لبناي يرحم حالة امه وحال بيه، تأتي إلى زين العابدين هذه أم الرضيع، تقول لزين العابدين مولاي أين دفنت الرضيع؟ قال لها دفنت الرضيع على صدر والدي، وهنالك وصية من أبي الحسين، تأتي إلى قبر الحسين تخاطب ولدها تقول له يما قالوا لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري، يما قالوا لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري، يما ابيك كسره وصدره تعال اغفى على صدري، والله ابيك كسره وصدره يما تعال اغفى على صدري. بعد ذلك تخاطب الحسين ترى تخاطب قبر الحسين، شو تقول؟ تقول لي يا قبور يلي اثنين لوياك بعزيز القلب تمشي شلون يرضاك، والله يا حسين ضال كل عمري انعاياك، والله وما بطل الدمع على بلواك على بلواياك، بس عندي رجا يا حسين وارجاك. شنو هذا الرجاء؟ بس عندي رجا يا حسين وارجاك، مولاي بلكي على ابن الدير عينك، ويلي ويلي بلكي على ابن الدير الحسين، يقلها خليت على يميني على يميني رباب ابنك، والله خليت يا عسى لا ينقطع عني خليت، ترى والله كسر قلبي ترى الناظر، خليت على عبد الله وعلى الأكبر أخي، ويلي ويلي على عبد الله وعلى الأكبر.